3 ملايين يورو قيمة الاستثمارات المباشرة لنجل زعيم ما يسمى الحركة الانفصالية الماك في الأحياء الراقية للعاصمة الفرنسية باريس، مطاعم ونوادي وما خفي قد يكون أعظم. وثائق مسربة تؤكد بالدليل القاطع أن وراء هؤلاء ممولين يدعمون الإرهاب والانفصال والفوضى داخل بلدان بعينها. المكان العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا في أرقى الأحياء التجارية والسياحية المكتظة بالحركة، سلسلة مطاعم ونواد يشتريها نجل زعيم الحركة الانفصالية المصنفة إرهابية المدعو أغيلاس مانيكا برأس مال يتجاوز 3 ملايين يورو. أغيلاس يمتلك جميع الأسهم والفوائد البنكية. في الظاهر هو استثمار عادي، لكن الباطن تدوير أموال الفساد وتوجيهها لتمويل نشاط التنظيم السري في منطقة القبائل الجزائرية. قوة التحرك التي بدأت به هذه الحركة المشتبه فيها الحركة الإرهابية عبر أذرعها وخيوطها المتمثلة في إسرائيل ومتمثلة كذلك في المخزن وحركة حتى في كندا، أنها تملك يعني أموال طائلة، وهذه الأموال لا نعرف مصدرها. السلطات الجزائرية طوقت التنظيم وصنفته في خانة الإرهاب، لكنه يتحرك بحرية في فرنسا وإسرائيل وعواصم أخرى تكن العداء الصريح للجزائر. هذه الأموال الكثيرة التي تقدر ب3 ملايين يورو في حساب نجل زعيم الانفصال، هذا يدل على أن هذه الحركة تريد أن تذهب بعيدا في مشروعها، ولكن هيهات. القضاء الجزائري أصدر أحكاما قضائية وصلت إلى المؤبد بحق زعيم التنظيم المصنف في خانة الإرهاب، وتتابع أعضاءه المرفوضين شعبيا في منطقة القبائل ذاتها، منطقة شهدت مقاومة بطولية للمستعمر الفرنسي وعملائه. سفير مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين.